يوم عاشوراء، شهادة الإمام الحسين عليه السلام. في مثل هذا اليوم من سنة 61 للهجرة استشهد أبو عبد الله الحسين عليه السلام عن عمر يناهز 58 عاما، بعد صلاة الظهر مظلوما وعطشانا على رمضاء كربلاء، وهو اليوم الذي أمطرت فيه السماء دما، ويوم استشهاد أهل البيت وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. في ذلك اليوم هبط 4000 ملك يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام، فلم يؤذن لهم في القتال فرجعوا في الاستئذان وهبطوا، وقد قتل الحسين عليه السلام، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يستحب تقليل الطعام والشراب فيه، بل الإمساك إلى العصر حزنا على ما أصاب الإمام الحسين عليه السلام وعياله وأصحابه. بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، عمد جيش يزيد إلى حرق خيام آل الله، غير حافلين بمن في الخيام من بنات الرسالة وعقائل النبوة من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة. نهبوا الممتلكات والملابس والدروع من على الأجساد الطاهرة لشهداء كربلاء، وهامت الفاطميات والعلويات من شدة الخوف على رمال الصحراء المحرقة. رأس الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة في عصر يوم عاشوراء، أرسل رأس الإمام الحسين عليه السلام الطاهر إلى الكوفة مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي.